من كثرة ما فيها ديزوبسيون قلت خليني نشرب قهوة باش نجم نركز معاها. اليوم معانا لا توت نوفيل فورد رانجر الوايلد تراك موديل 2024، نكتشفوها مع بعضنا. فورد رانجر موديل تعرف في تونس على اساس ان بيك اب نجم يكون تاع خدمه ونجم يكون تاع عائله زاده. اليوم فورد رانجر جينا موديل جديد موديل 2024 وفي الفيرسيون الوايلد تراك منها. علاش؟ على خاطر فما دو فيرسيون جاو لتونس، واللي هي الاولانيه الاكس ال تي واللي هي العاديه، وهذه الوايلد تراك، وفما زاده الرانجر رابتر واللي ممكن بروشينمون تجي لتونس، لكن في تونس معنا كان دو فيرسيون. لهنا فورد في الجينيراسيون الجديده نتاع الرانجر تاعها تورينا تاع ايدونتيتي جديده لها اللي باش تعتمدها فكره هبها وكل. وعلى فكره رانجر بالنسبه لفورد هو يعتبر اصغر بيكاب عندها، دونك كما قاعدين نشوفوا اصغر بيكاب شوفوا الكبر نتاعو، دونك فورد قاعده تكبر فكره هبها. اول حاجه نبداو بها في ليدونتيتي نتاع كرا فورد الجديده واللي هي الحرف سي في الضوء الامامي من هنا بالرسم مزيان على الاخر، والتكبير نتاع الكالندر ولا عباره الفار والكالندر افون الكل هاي برا ولا تحسها قطعه واحده، رغم اللي هي غير المهم ماهيش قطعه واحده. الكالندر كما قاعدين نشوفوا فيه هنا بالكبير عندنا اون بار الومنيوم من هنا، وعندنا لي رادار افون من غير ما ننساو لي زونتي برويار افون. وشوفوا كيفاش لهنا التنفيخات اللي عملوهم في الكبوت، رغم انها اصغر بيك اب عندها الا انها تحب الظاهره اللي هي كبيره. كي نتعداو لهنا للجنب نتاعها نلقاو لي عندنا عجل من نوع جودير جونا بار 18 لهنا، فما جوج زينه محطوطه اون بلاستيك، اما مكتوب عليها معلومه مهمه جدا واللي هي مكتوب عليها باي توربو. اي نعم، الكهرباء اللي معنا اليوم اللي جاتنا لتونس موتوريزاسيون تاعها فيها دو توربو بالنسبه للفيرسيون وايلد تراك، اما بالنسبه للفيرسيون اكس ال تي لنا فيرسيون توربو واحد. نتعدي من لوطه عندنا المارشا بي من لوطه فيه الالومنيوم، الريتروفيزور كما قاعدين نشوف فيها نفس اللون تاع الكالندر افون، وشوفوا معايا اللون هذايا دايوغ هذا اللون نتاع اللونسمون انترناسيونال بالرسمي لون مزيان على الاخر. لهنا نكملوا عندنا لي بار دو توا الفوقانيين، ومن هنا في البان التلانيه عندي زاده دي بار، وعندي زاده منين تطلع باش تجبد حاجه من داخل. من لما وصلنا هون خلينا نشوفوا التلاني. التالي شنو نلقاو؟ اول حاجه عندنا لو فو ارير ال اي دي كيما من قدام شفتهم كيما زاده من تالي. لهنا بصمه 4 باي 4 على خاطر الفيرسون اللي معانا فيها الدفع الرباعي فيها دي ديفيرون مود دو كوندويت نوريكم بعد. في الانتيريور عندنا كلمة وايلد تراك من هنا باش تعرف لا فينيسيون، على خاطر كيما قلت لكم فما وايلد تراك فما اكس ال تي فما رابتور معناتها فما دي ديفيرون فينيسيون. ما ننساوش اللي عندنا اون كاميرا دو ركول من تالي، ولهنا كي باش نهبطوا هذا قبل ما نهبطوا عندي دروازين في دوستوب كي باش نهبطوا هذا هذا خفوا في الميزان نتاعو. علاش خفوا له في الميزان نتاعو؟ هذه على خاطر لاسباب نتاع السيكوريتي، خاطر كان يكون رزين ويهبط على ولدك هكايا ولا يهبط على حاجه انت حاتها بالقوي ممكن يضرها. صحيح مازال رزين شويه اما الميزان تاعو خف. ومن هنا نشوفوا البنتلانيه، اول حاجه كما قاعدين نشوفوا وشفتوا في اول فيديو تنجم تعمل قهوه، تنجم تشارجي اللابتوب نتاعك، تحط اي حاجه على خاطر عندك 230 فولت ما غادي، وعندك واحد اخر 180 وات 12 فولت ما غادي. وحاجه اخرى واللي هي اون بروميير وموجوده كان في الفورد رانجر في تونس، واللي هي تنجم تسكر البان التلانيه الكتريكمون بالكوموند نتاع المفتاح كما قاعدين تشوفوا. مش سكرها كهو اما تنجم تحلها زاده كما شفتوا في اول فيديو، جوست تنزل مرتين على البوطون نتاع المال. هذا كله بالنسبه للبراني نتاع الكهرباء الداخلاني صار فيه تغيير جذري اول مره بشطرح عند فورد. يلا نشوفوه. بالنسبه للكوتي براتيك فورد ما نسيت حتى ديتاي، اول حاجه نبداو بها عندك هذا تهز هكا البونكيت التلانيه، وعندك لوطه تنجم تحط ان رونجمون تحط حاجاتك اذا مسافر للبر وعندك برشا معاك تبش تحط باش هوني، بخلاف انه عندك التريونجل تاع البريزينياليزاسيون ولي زوتي تاع تبديل العجله روتسوكور. من تالي من لوطه كل شيء مغلف ما خلاو حتى شيء حتى تراس من غير تغليف. بسم الله. اول حاجه اذا تقص باهي وقاعد تصور كيف من هكا تنجم تعلق جيليتك هوني كما قاعد تشوف، اما دولة ما نجم نصوره باش نحطها هوني باهي. الكسوه مزيانة على الاخر عندنا بالكوير عندنا بالسيربيكور بالاصفر نفس لون الكهرباء البراني. عندي اي سي 230 فولت ما غادي 400 وات ماكسيموم، وعندي محداها زوز واحده نتاع تايب سي تشارجر واحده نتاع يو اس بي، بخلاف انه اكيد باش يكون عندي دو زيراتور اريير. نتعداو توا للكونتر بورت نلقاو اللي فيه السيربيكور بنفس لون تاع الكهرباء والكوير تاع الكهرباء،
بيتري الكتريك بالطبع، وعندي لهنا فما فينيسيون قاعدين يستعملوا فيها الومنيوم مزيان على الاخر، لونه جاي افتح من لون الكالندر القدامي. وعندي بالطبع ارانجمون كما قاعدين نشوفوا فيه، ما غادي نجم يكفي دبوزه نص ايترا، نجم بدا يكفي ارانجمون اخر بحذاه. وبالطبع عندي لي زوت بارلور مساحات بالطبع، لان احنا نحكيو في رانجر دونك ثلاثه نجم يقعدوا بالمرتاح، غير انه عندي التونيل هذا عالي شويه دونك في الوسط يقعد صغرون تجي حلوه برشا. التليني هكا من القدامي كيفاش من كثرة ما فيها ديزوبسيون شرط لها قهوة في أول ما نبدأ الفيديو. وحاجة أخرى حتى القدامي من داخل باش نقسمه على اثنين، من هنا البارتي هذه ومن بعد البارتي اللي من هنا، خاطر من هنا كما قاعدين نشوف الكونتربورت من كثرة اللي فينيس الماتريال اللي استعملوه من كثرة ما هو مزيان بالرسمي بالرسمي. راهو حاجة فورد عملت نقلة نوعية في الرانجر بالرسمي. الرانجر أنسى كي تفرج تو في الفيديو نتاع فورد رانجر هذايا، أنسى أي رانجر تعرفها، جوست احسب روحك برا رانجر توات الصفحة وحلت صفحة جديدة. هنا نلقاو عندنا السيربي كوير نفس اللون تاع الكهرباء، الكوير الالومنيوم، الالومنيوم من هنا بالجري، الالومنيوم من هنا بالازرق، في زوج الوان نجم يولي زاد جري غامق. عندي ريكاتبيتر الكتريك بالطبع، ريتروفيزور رابطابل. نجي من هنا عندي السياج نتاعها الكتريك كما غنشوف يقدم يوخر، وفي بالطبيعه الريجلاج لومبير. من هنا عندي ان بورت كوبلي يخرج كما قاعدين تشوفوا من هنا، لاليماج اوتوماتيك دو فو. شوفوا معايا الفولون هذايا، كل حاجه في الكهرباء مغلفه بالسيربيكو بنفس لون الكهرباء البراني. ومن هنا نلقاو ان اكرون من هنا 12 بوص فيه كل شيء، لهنا يتسمى بالرسمي من اكبر ليزيكرون اللي موجودين في لي بيكاب تاع 2024. فيه بالطبع اندرويد اوتو، ابل كار بلاي، كاميرا دو ريكو، ليكيماتيزاسيون على فيشاج تاعها يصير في الاكرون، وكل شيء كل شيء كل لي زوبسيون تلقاهم في الاكرون هذايا. تحتو عندي لي ريغلاج نتاع كليماتيزاسيون. شوفوا لهنا حتى كوتي ايرغونوميك، فكروا انه الناس اللي ياخذوا هذيا ماهمش الناس اللي مستنسين برشا بالزيكرون، دونك من هنا خلاو لك البوطون تاع كليماتيزور شويه، لكن لافيشاج كله يصير في وسط الاكرون هذايا اللي داير به بالبيانو بلاك وديزايراتور من هنا جايين فيرتيكال. من هنا عندي لافيشاج نتاع ليزرباك اون ولا اوف نتاع الباسنجر ايرباك زاده. ما غادي لهنا عندي الشارج شارج اندكسيون، تحط تليفونك يتشارج وحده. عندي يو اس بي وتايب سي واحده اخرى، وراها ارانجمون لهنا زاده ارانجمون واحده اخرى. شوفوا كوتي ارانجمون راك وين في اي بلاصه تغزر فما دي ارانجمون. دو بورت غوبلي، اللوفي تاع البواد فيتيس، فران دو باركينغ اوتوماتيك، الدرايف مود نتاعها 2848 لو زاده فما دي درايف مود اخرين. عندي من هنا تاع الصوت تاع الرادار تاع تراكشن كنترول، ومتاع من هنا عندي انا كودوار كبير كما قاعدين نشوف فيه كله مغلف. كي نهزو عندي اون بريز 12 فولت. ما غادي نجي من هنا تكمل الفينيسيون معانا بالمكتوبه ما غادي وايلد تراك بالرسمي بالرسمي الانتريور مزيانه على الاخر. من هنا عندي بورت يونيت وعندي 6 اوكسيليير، هذه لوبسيون اللي ممكن تميزها على الكهرباء الاخرين. 6 اوكسيليير شنو هذه؟ مثلا انت تحب تزيد اكسسوار جديد في الكهرباء، تحب تزيد مثلا لايت بار، اي حاجه تحب تزيدها، ريفريجيتور، اي حاجه من غير لا تزال الكتريسيان يقعد ينقب ويخيط داخل خيط وخارج خيط لحد شيء، عندك 6 اوكسيليير حاضرين. اوكي وجايين منظر عباره في طياره، عرفتك في طياره تنزل على الفلس هذاك، هكاك جايين المنظر نتاعهم. ان بورت كوبلي واحد اخر يخرج من غادي. الكرسي من هنا ماهوش الكتريك، وعندي من هنا زاد رانجمون واحد اخر كما قاعدين تشوفوا فيه، بخلاف هذاك تحته عندي ان رانجمون بواتاغون واحد اخرى وبالمفتاح اذا حطيت فيها حاجه ثمينه. بخلاف هذا كله عندي ان اكرون من هنا، ما عادش عندنا كونتور وكونتور ديجا فور سي بون، ديك تعديت المرحله هذيك. عندي ان اكرون كبير من هنا في زاده كل المعلومات اللي نتعرفها، مثلا في الدرايف مود عندي؟ عندي النورمال، الايكو اي وايل تراك فيها ايكو، عندي فيبل اديرونس، عندي غوموخك. وعلى فكره كي تحط غوموخك ولا كي تضغط غوموخك البيدال تاع الاكسلراتور تيبس تولي يبسه اكثر. اش عندي اخر؟ عندي البو، وعندي زاده السابل، حتى كي تحطها في السابل زاده البيدال تاع الاكسلراتور تيبس زاده. الفولون ملتي فونكسيون فيه ريجيلاتور ليميتر ليميتور دي فيتيس. وعندي زاده كونكتي سيكوريتي، عندي مانتيان دليني اللي تقرا البلايك، عندي التسعة ايرباجات، عندي زوز واحد زوز من قدام، زوز من تالي، وزوز على جنب، وزوز جنو، وواحد سنترا. هذه فيها تسعة ايرباجات كوتي سيكوريتي. بالنسبه للسيكوريتي لي زوبسيون كل الاخرين موجودين وكلهم تلقاهم في الاكرون هذايا. بالنسبه للكاليتي نتاع الكاميرا نتاعها ارير
نجم نعطيها 8 على 10 فيها كان كاميرا واحدة أريير، أما فيها رادار أفون ورادار أريير لبوتون اللي شفتهم هذاكم. من هنا عندي التلفونية متاحة بالـ LED، من هنا عندي الميكروفون 100 واط كورتوازي للسائق و 100 واط كورتوازي زادة للي بحثي. هذا كله جلوبال ما بالنسبة للانتريور متاع الكهرباء. بعدين تو نحكيو على الموتور متاعها. دونك بالنسبه للفيرسون اللي معنا اليوم كما قلت لكم هي الفيرسون الوايلد تراك، فما الفيرسون الاخرى واللي هي الاكس ال تي، فما بدا فيرسون اخرى واللي هي الرابتور. في تونس عندنا الاكس ال تي والوايلد تراك. بالنسبه للاكس ال تي جاها موتور فيه توربو واحد يطلع 168 شهودين هكاكا و 4 سلندر بالنسبه لذاك الاكس ال تي. بالنسبه للوايلد تراك تولي فيها بي توربو، دونك كي طلع فيها تولي فيها بي توربو تولي طلع 210 شهودين تعلى البويسونس نتاعها، لكن الكونسوماسيون هي اللي تقل. علاش الكونسوماسيون تقل؟ على خاطر البواطه في الفيرسيون وايلد تراك البواطه فيها دي رابور، الوغ كو البواطه في الفيرسيون الاكس ال تي واللي هي اقل منها البواطه فيها سي رابور. دونك ممكن يكون السبب تاع الكونسوماسيون على خاطر كي يبدا دي رابور لي رابور يتعداو بسرعه، دونك ديما الريجيم طايح حتى في الفيتاس العاليه، دونك الكونسوماسيون تطيح اقل. دونك كونسوماسيون ميكس تاع هذه نصور في حدود 8.8 لتر على 100 كيلومتر. حاجه اخرى عندما حكينا على الفيتيس، الفيتيس ماكسيمال نتاعهم الزوز بروغرامي على 180 كيلومتر بارو. دونك هذا جلوبالمون بالنسبه شنو هي موتوريزاسيون نتاعها. علاش خليت لكم الكاميرا من هنا باش تشوفوا المنظر تاع التابلو دبور والكبوت من هنا كيفاش حكيت لكم في البراني كيفاش كانت منفوخه برسمه هنا تراهم. لكن الحاجه اللي عجبتني فيها انه البوزيسيون تاع القعاد نتاعها تخليك كل شيء تراه، ما حتى انت وراه في الكابوت عباره قدر ما يشقى تبين لك الكهرباء كبيره برشا، والبوزيسيون تاع الكراسي التلالين اعلى من الكراسي القدامين، دونك هذه بتخلي اكثر كونفور للتلالين. بالنسبه للمود دو كوندويت فيها دي ديفيرون مود دو كوندويت، السابل ومتاع الحجر والموديكو زاد فيها الموديكو. تخيلوا انت فورد رانجر فيها موديكو، علاش؟ على خاطر بالنسبه لها فورد رانجر ماهيش الكهرباء اللي باش تكون الكهرباء تاع الجبولات ديما والكل، لا بالنسبه لها كهرباء تنجم تكون تاع وسط بلاد، تنجم تعمل بها اوف رود. لكن بالنسبه للاوف رود بالنسبه لها فما موديل اخرين كيما الرينجر رابتور كيما الاف 150، فهمت؟ معناتها الرينجر هو اصغر بيكاب عندها. طب حتى كي تنزل عليه من هنا وفيه بي توربو، كيبدا فيه بي توربو مع 500 نيوتن متر في الموتور هذايا، دونك الكوبل باش تلقاها بسرعه خاطر فيه بي توربو باش تدخل الهواء بسرعه، وحتى كي تنزل باش تلقاه الجو في صافي ما تبطاش باش الجو. وفيها زاده لي باليت، مش باليت، هي فيها ان بوتون و بلوس و موان تنجم تعدي بيه لرابور. مثال راني عاني من هنا عندي تو، انا قال لينا في الرابور الخامس نجم انا مثلا حاط توا الرابور السابع، دونك الريجيم يقل، الريجيم تو هو 1 فاصل، دونك كونسوماسيون تكون اقل، هذه تساعد اكثر في وسط البلاد. فيها زاده هنا نشوفو الموديكو، الموديكو تو تحس في صوت الكهرباء نقص شويه، الاكسلراسيون ما عادش كيما قبل، حتى كي ننزل ما عادش باش تجاوبك كيما قبل. علاش؟ على خاطر سي نورمال، خاطر انت تحب على كونسوماسيون اقل، دونك البيسونس ماهيش تعطيك 210 كاملين. بالنسبه للسيكوريتي كيما حكيت لكم قبيله في الانتيريور نرجعوا احنا بون نورمال احسن. السيكوريتي كيما حكيت لكم قبيله فيها لابيس تراكشن كنترول انتي كوليزيون مانتيان ديني اللي يقرا البلايك، فيها الكاميرا دو ريكول وفيها نو فير باك وفيها حتى سيرفيونس دونجل مور حتى في التروفيزور، التروفيزور تاعها بالرسمي كبار بالكدا. نشوفوا حتى السسبنسيون تاعها من هنا حتى نحاول ندخل دون. ماهيش نعمة برشا، يفتى شوية، هذا أمر عادي بالنسبة للبيكاب. الجونت اللي معنا اليوم فار 18، نشوفوا مثال كي تنزل عليها. لي فيتري ليتريك نتاعها امبولسيون، وهذه سومها تو يعمل في الكونسيسيونير حكاية 220 ألف دينار. ديجا هي حتى في الخليج سومها 195 ألف درهم، معناتها ديجا هي غالية الكهرباء. هذا بالنسبة للفيرسيون الوايلد تراك. الفيرسيون الأخرى العادية هذيك سومها أقل برشا من الفيرسيون الوايلد تراك. كما قلت لكم قبيله كي تحط انت المود تاع السابل ولا المود تاع المود تاع اللي باش تمشي الكهرباء تكون رزينه الماشيه، الاكسيليراتور البيدال تاع الاكسيليراتور ترزن. نشوفوها مثال تاو هنا في الرون بوان، مثلا
من قبل جربت الفورد رينجر رابتور، هذه حسيتها اقل شوي من الفورد رينجر رابتور، ما تحسكش هي كبيره كيما الرينجر رابتور، رغم انه هي الرينجر كجينيراسيون جديده كبرت على قبلها كما قلت لكم، عملت نقله نوعيه. رغم اني ندوب على اليمين لكن انا حبيت نوريك. برسمي كهرباء ناشطه بالكدير، هذا غاز على البي توربو اللي فيها، وهذا كله بالنسبه للموتوريزاسيون، بالنسبه للكومبورتمون روتيير نتاع الكهرباء. اذا عندك اي سؤال مرحبا بك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.